فيا السعادة السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب ومساعد وزير الخارجية الأسبق. أنا برحب بوجود حضرتك معنا سعادة السفير. وكيف تقيم إلى الآن ما تم خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الأمس، ومراسم الاستقبال ثم اللقاء ومن بعدها المؤتمر؟ يعني طبعا الزيارة في حد ذاتها لها أهمية، لأن هي بتستكمل حلقة العلاقات المصرية الأوروبية. مصر الآن لديها علاقات متميزة مع معظم الدول الأوروبية، علاقات ثنائية أقصد بها، وبالتالي هذه الزيارة هتستكمل هذه الحلقة، لأن البرتغال طبعا زي ما حضرتك عارفة من 20 سنة تقريبا ما زارهاش رئيس مصري، وبالتالي هذه الزيارة بتأتي في وقت مهم. البرتغال وقفت مع مصر منذ 30 يونيو مع أمال الشعب المصري، وكانت مؤيدة للسياسات المصرية، وبالتالي هذه الزيارة أعتقد أنها يعني ترسيخ لهذه العلاقات القوية. أيضا الموضوعات التجارية والاقتصادية دي موضوعات مهمة جدا، والبرتغال لها يعني خبرة في موضوع إدارة المواني وموضوعات أخرى أعتقد أن مصر تستفيد منها. القرب الجغرافي أيضا هيسمح لنا بأن احنا نزيد الصادرات المصرية خاصة من الخضار والموالح والفاكهة، وده موضوع بيبقى مهم جدا بالنسبة للأسواق الأوروبية. وبالتالي أنا أعتقد أن الزيارة بتضع يعني حجر أساس لعلاقات متميزة قادمة، وفي نفس الوقت بتستكمل علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي أو بدول الاتحاد الأوروبي، تمهيدا ليكون في علاقات أوثق مع مصر والاتحاد ككيان اقتصادي موحد. طيب سعادة السفير، إذا ما أردنا النظر من الجهة الأخرى وهي الأهمية التي تمثلها مصر بموقعها الاستراتيجي وبعمقها الأفريقي للجانب البرتغالي. حقيقي طبعا ده يعني جانب مهم جدا، لأن زي ما حضرتك عارفة إنه مصر بتقوم بدور الآن أساسي في موضوعات بتقلق الاتحاد الأوروبي جدا، مثل مكافحة الإرهاب ومحاولات الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، سواء كانت من افريقيا او من المنطقه بوجه عام. وبالتالي الاستقرار في اوروبا يعني كان او للاسف بيقع تحت بعض التهديدات القادمه من المنطقه اللي احنا بنعيش فيها، ولكن الدور المصري هو دور معترف من جانب الغرب بوجه عام والاتحاد الاوروبي بوجه خاص في موضوعين مهمين جدا، اللي هم موضوع مكافحه الارهاب وايضا كافحه جماح الهجره غير الشرعيه اللي هي اصبحت ظاهره بتؤهد الاستقرار في الدول الاوروبيه، وايضا بتؤثر على الشكل السياسي في هذه الدول. يعني حضرتك خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي كان احد اسبابه هي موضوعات زياده الهجره، التوجه اليميني اللي موجود في الولايات المتحده وفي اوروبا بوجه خاص ايضا ده سببه الانعكاسات القادمه من المنطقه اللي احنا بنعيش فيها على الاتحاد الاوروبي وعلى الغرب بوجه عام. تمام، أنا بشكر وجود حضرتك معنا سعادة السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق.